الله يلعنك يا مؤاخذة يا بلدكم حقك عليا. معلش تاني مرة ابقى فاتح. طب تعالي شوف حاجة ساعة طازة على قلبك. ده برضه يا جميل اهون عليك تغرقني. صباح الخير يا معلم. يا صباح النور على البنور. يا مزوق يا ورد في عود والعود استوى. الله انت هتغني يا معلم؟ معاش اللي غنى عليك يا زوبة. طب اديني 3 كيلو بتنجان رومي اوان. 3 بتنجان رومي من جوه يا خلف. حاضر يا معلم. اخ اخ يا نرم القوطة واللي بيمسح القوطة. ليه بس؟ مجنونة وطايشة. خلت أمورة زيك تشتغل ونسوان غفر زي اللي بصطبح بيهم كل يوم ستات بيوت. اسمتك يا معلم؟ ما قلتلك يا زوبة نتأهل وستيتك وهنانك وجايبلك اللي يخدموكي. والتلاتة اللي عندك يا معلم؟ هدي كل واحدة ورقتها. هو ورق كرومبي يا راجل؟ اوديني يا زوبة ده أنا بقولك ايه؟ اوزن القوطة دي وخلي خلف يحط الحاجة هنا على موزن اللحم. من عناية يا زوبة. اهلا 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 بست زوبة. صباح الخير يا معلم. يا صباح الفل يا صباح الجمال يا احلى غزال. طلباتك يا جميل؟ 3 كيلو لحمة. انا من عناية. لا من بيت الكلاوي. من بيت الكلاوي من بيت الطاعة. انت تؤمر يا جميل. انت بس تقشر علي النعمة من نعمة ربنا. بحسد العجل اللي بتاكلي من لحمته. اسم الله على مقامك يا معلم. ما يحسد الملل اصحابه. طول عمرك بنت نوتة يا زوبة. بس عليا النعمة انا مديلك حتة لحمة تستاهل بقك. ألف هنا وشفا يا جميل. تسلم يا معلم. كنت ما تخلي يا جميل. تشكر. أيها خدمة يا ست هاني. لفها لي على ما أجيب الخضار. وجاتك النوايا. والنبي يا اختي لو تفسحي الافندي بتاعك شويه دول بدل الكلب لا يدعيلك. اهلا اهلا بست الكل. اهلا بيك يا جنيدي. امال فين صوره الاستاذ وحيد فهم؟ مش على المجلات دي ليه؟ هما هيحطوا لك صورته كل اسبوع. ليه مفيش غيره ياكل عيش؟ وهي المجلات بيبقى لها طعم من غير صورته. طب ايه رايك بقى؟ انا ما بشتريش المجلات دي الا عشانه. على العموم ما تزعليش، عندي ليه صور كتير في مجلتين هيشهم لك. والنبي صحيح. نو وريني. اتفضل. يا زوبة حرام عليك، وفري فلوسك. ده انت بتشقي بالقرش والمجلات دي غالية عليك. مالك انت ومال الفن والممثلين؟ ده عالم تاني ما انتش قده. ولا كونيش يا بنت عاوزة تطلعي في السيمة. وهم يعني اللي بيطلعوا في السيمة أحلى مني؟ من جهة الحلاوة مفيش كده. إنما بقى البخت نجيبه منين؟ لا معنى للحياة مع اليأس يا جنيدي. الله الله، ده أنت بقيت بتفهمي في السياسة كمان. ما تعملي لك منبر بالمرة. وحياتك لا يحصل، وهسميه منبر وجدي وليلى مراد. دم خفيف قوي يا مضروبة. أيد على الحساب يا جميل. ماشي يا حلو. يا جميل أنت فاهم. انا بحبك قد ايه. تصدق اللي خلقك انا ما حبيتش الافلام العربي اللي عشانك. على فكره انت لما تشوفني هعجبك قوي. اي والله يا عادل لسه ما بتديش في الاكل وسايبه فيا بره تضرب تقلب وعماله تكلمش وحيد بتاعك ده. حالا يا ست 5 دقايق كل حاجه هتكون جاهزه. تعالي هنا يا مصطفى. تعالي هنا. تعالي هنا. حرمتي يا بنتي حرمتي. ايه 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 اعمل فيك ايه؟ اضربك؟ انت لسه ما ضربتنيش. هي بنتي انت جبتي على الضرب خلاص. انت ايه جبتك نحاست؟ وهي ست عملوا ست منال اخر مره. طب اما اشوف انا هنزل دلوقتي التلفزيون عايز ارجع الاقي البيت زي الفل. قشطه. والولاد لما يجوا المدرسه اتحميه وافليهم واحط لهم جاز. الجاز ده تحطيه في شعرك انت. لا والنبي يا ستي ده انا شعري زي الفل. هتسالي الكوفير بتاعي. كو ايه؟ الكوفير. انا مش بروح لاعمل شعري كل يوم جمعه. والله عاد عشنا وشفنا شغالين اخر الزمن. بقول لك يا زوجه. نعم. لما البي يصحى قولي ان انا رحت التلفزيون عندي تسجيل. من عناد.
على فكره يا سيف، الدعايه اللي حضرتك عملتيها في التلفزيون عن الصراصير حلوه قوي. عجبتك يا زوجة؟ ايه اللي عجبتني؟ دي من كتر ما هي ناجحه الصراصير اول ما يشوفوا حضرتك داخله المطبخ يقولوا لبعض كبسه ويروحوا مستخبيين. جاتك دافع. عارفه لو رجعت ولقيتك ناسي حاجه ما عملتهاش هعمل فيكي ايه؟ هكسر عرضك. لا مش كده وبس، هطلع لك الصور دي. يا لهوي لو النبي يا ست قطعيني، انا متصور. لا طب خلاص ما تنسيش تصحي بيه الساعه 10 عشان عندي شغل في الاستوديو، والفطار يكون جاهز. مفهوم؟ مفهوم. باي باي. كل يهون علشانك يا وحوح. سيدي سيدي ما تصحى بقى يا سيدي 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 اصحى بقى يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي انت فين يا سيدي؟ من الهاتف والداعي؟ انا يا سيدي. اصحى بقى. انت مين؟ انا زوبة. مش عايزين النهارده. اصحى بقى يا سيدي. امال العيال ناموا يا ساميه؟ انا مش ست يا سيدي، انا خدمتك زوبه، والنهار طلع والعيال راحوا المدرسه من بدري. امال البعبع فين؟ راحت التلفزيون. هي مين اللي في التلفزيون؟ ست ساميه. وهي ست ساميه بعبع يا بنت؟ مش حضرتك اللي بتقول كده يا سيدي؟ الله، انت هتجيبي لي تهمه على الصبح؟ افرض انا بقصد واحده تانية تاخديها انت ليه على الست يا زوبه؟ انا قدها ولا قد لسانها اللي زي العقربه؟ معلش يا سيدي انا غلطان. عاوز انا ما اقولش للست ان انت قلت عليها لسانها زفر وزي العقربه؟ اه والنبي يا سيدي. خلاص جهزي لي الفطار واعملي لي كده فنجان قهوه محوج عقبال ما البس. من عينيا الاثنين. تسلم عينيا. واحد اثنين خالتكم حسين، ثلاثه اربعه احنا المطبعه، خمسه ست، خمسه في سته بثلاثين. الله، اما افطار لذيذ بشكل. بالهنا يا بيه. تسلم ايدك يا زوبه. هنا والشفا. يا سلام سلم، وفنجان قهوه محوج بس محوج على الشمال. انا كنت عايزه. عايزة حاجة يا زوبة؟ أنا كنت. إيه يا زوبة؟ عايزة إيه؟ قولي ما تكسفيش. أنا عايزة أشتغل في السيما يا بيه. مش أنت بتقول عايزين وجوه جديدة؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ ده الممثلات مفيش أكتر منهم، دول زي الهم على القلب، إنما الشغالات أنت اللي زيك بقى، هما اللي نادرين. خليك أنت في المحمر والمشمر يا زوبة. والنبي يا بيه، ده أنا نفسي أمثل يا بيه، ده أنا بعرف أعمل كل حاجة. بكنس واغسل وامسح وارقص واغني وعد. طب استنى هوريك. انا عارف يا زوبه انت هتقولي لي، انا عارف انك موهوبه وعندك مواهب محترمه، بس فين المنتج اللي يدي لواحده زيك انت فرصه؟ ما بيجروش غير ورا الاسماء اللامعه. انا لو معايا فلوس يا زوبه، لو معايا فلوس كنت عملت لك فيلم استعراضي يكسر الدنيا. يا ريت يا بيه. كنت عملت منك نجمه فاتنه لامعه نادره. بيه. نعم. إن كان على الفلوس ما تحملش هم، أنا محوشة قرشين. محوشة كام يعني يا زوبة؟ محوشة 16 جنيه مع الست. 16 جنيه؟ آه. بس يعني يمكن الفيلم يتكلف أكتر من 16 شوية. أكتر من 16؟ تقريباً كده يعني. ولا يهمك يا بيه. خد أنا معايا حلق ذهب أهو. يجيب له النهاردة بتاع 16 كمان. ده أنت فنجرية أوي يا زوبة. يلا بقى. أيوة بس يعني يا زوبة. إيه تاني يا بيه؟ هقول لك. إيه؟ خد. ادي الجنيه وربع اللي حلتي، وان شاء الله ما رحت للكوفير الشهر ده. ايه اتفضل. ظن بقى يعني هيبقى اكبر فيلم. يا بنت شيلي فلوسك دي، ده الفيلم بيتكلف كذا الف جنيه. يا لهوي كذا الف جنيه؟ يا خساره. استني يا زوبه ما تيأسيش، مفيش حاجه بعيده على ربنا ابدا. صحيح والنبي، يعني هيجي يوم كده واشتغل في السيما وابقى زي سميره حسني واشتغل قصاد وحيد فهمي؟ فيها ايه يعني؟ وانت قال لي يعني من نفيسة جرب ولا جاكلين برعي وهم بيعوكوا دلوقتي منتجات وبيلعبوا بالفلوس لعب وما عندهمش المواهب اللي عندك. آه. انت موهوبه ومواهب ما حصلتش. اه والنبي. وهم ماشيين بيعوكوا ومعاهم فلوس. انا نازلك بقى عشان اتاخرت دلوقتي عن الشغل. هيسمع من بقك ربنا يا بيه. اديني وربع يا بيه. يا بيه مش حاجتك يا بيه، هتديني وربع.
وجبت كام جوه؟ ده دخل فيه 5 جوان. كذاب، 4 بس. لا فالح. المهم، طب خلي عيني عندها يا زوب. كل اللي بتحبوه، عامله لكم مسقعه ونص. بس انا بقى ما بحبش المسقعه. امال بتحب ايه؟ بحب القرع واموت في القرع. من عينيا الاثنين. بكره اعمل لك صينيه قرع، بس يلا اطلعوا غيروا هدومكم عشان تتغدوا. قبل ما نتغدى لازم تقلد لنا الممثلين والممثلات والمطربين والمطربات، الاحياء منهم والاموات، بس بشرط اوعى حد يقول لماما لا تبهدلني. ما تخافيش يا زو. طب يلا غيروا هدومكم على ما اخلص انا. ايه يا منال ده الحب؟ ماما زمانها جايه بعد شويه ودي ليها مفاجاه. ما شاء الله.
تعالي هنا مصيد في الرقبه. ايه اللي انت عماله في نفسك ده؟ سايبه البيت مقلوب وعماله تغني للولاد؟ معلش والنبي يا ست حقك عليا. انت مالكيش وقعد في البيت ده خالص. اروح فين يا ست؟ ده انا ماليش غيرك. معرفش، امشي من هنا. امشي من هنا. كل دي يا حبيبتي. المية يا زوبة. غوري من قدام، أنا مش طايقة أشوف وشك بعد اللي عملتيه ده. مش كده يا سامية، حلمك عليها شوية. البنت نفعانة ومن غيرها حلوص، ده طبيخها الواحد بياكل صبعه وراه، وانت ولا مؤاخذة ميح ما بتعرفيش تسلقي بيضة. فرحات، مش هي دي الحقيقة؟ لا، والأدهى من كده كمان إن ماما عايزة تطردها يا بابا. وتهون عليك يا سامية، ما فكرتيش بعد ما تخرج من عندنا هتروح فين؟ والبنت يتيمة ملهاش حد وإحنا مربينها من صغرها. يعني سيبها قلبان البيت ولما العيال وعمالة تغني لهم؟ وإيه يعني يا ستي؟ بنت خاوي ومفيهاش حد لما تلعب العيال وتقعد تلعبهم، يعني فيها ايه؟ مش احسن ما تعمل حاجه وحشه؟ محدش مريح على كلامك ده. عشان خاطر يا سامي راضيها بكلمه حلوه. حاضر. تعالي اللي تشكك مع ميع تشيل الصبح. دي كلمه حلوه. مع ميع يعني ايه يا بابا؟ جمع معمع. ومعمع يعني ايه يا بابا؟ معمع يعني مشتقه من معمعه. والله ما احنا فاهمين حال. ولا انا فاهم انا كمان. يا امك بتقول حاجه تتفهم؟ انس يا ستي الانس، تعالي يا حلوه عليا تعالي. عايز ايه؟ انا عايز احس باني صحيح الجنه حلالي. طب ونشوف البعبع جاي. راح اتحدح على الاخر حي. مالك؟ ويسكي. تشرب ويسكي؟ اشرب ويسكي والشاي لو عايزه. انا يا حبيبتي كسبت الجايزه. جايزه ايه؟ قلبك يا حياتي. هو انا كنت احلم. ما تتحركش يا طبي المطر. في يوم حظي على قسيمه. آه. مكتوب فيها حنفي ويا نعيمه. اه يا حنفي ويا نعيمه. ما تتحركي يا بنتي. كلمة غريبة صحيح يا اخواتي، ده انا لو ميت واحد خرشمني مش رح اسيبك. ده انت مراتي، ده انت مراتي مراتي. اه يا مراتي مراتي. سكر قوي وانت بتتكلم. ما تتحركي يا بنت. انت لو شوف الحتة دي بس يا سيدي. انت هتنكشح من قدامي ولا هو ملطشني؟ خليك صبيا وانا لا روح هفرق صبيا. يا سامي حرام عليك، صبيا تتفرج شوية، مش عيالة طول النهار. ايه ده؟ بس تعالي يا حلوة تعالي عشان تنبسطوا. ياوي على كل اوي. سلام. مش هتقوم تنام؟ لا، انا هاكل فول حراتي. خلاص خليك قاعد عد النجوم. اعد النجوم، اعد الشجر، سيبيني في حالي. يا ساتر يا رب. شربيها انت يا شادي. نعم. قصدي سيبيها يعني. خلاص اخرج انت بقى. حاضر. اخرج انت. خلاص ما دام السيناريو عجبك نبتدي التصوير الجمعه الجايه ان شاء الله. هو بيني وبينك انا ما فهمتوش، بس يمشي. على كل حال قاعدك بعد التصوير هفهمك الموضوع. أرجوك. بس تفتكر مين يلعب دور إلهام؟ هي دور ده محيرني لحد دلوقتي، مش عارف أديه لمين. أنا شخصياً شايف فيه سميرة حسني، بنت دي دلوقتي عليها العين وبعدين بقت نجمة، نجمة فراندا. قصدك نجمة شباك، مفيش حاجة اسمها نجمة فراندا. أنا شباك، هي فراندا عشان كبيرة. لا مفيش فراندا. أنا بعدين هفهمك. أرجوك. يبقى شوف سعاد حسني.
مشغولة. نادية لطفي؟ مشغولة برضه. هو دور البطلة صعب قوي قوي. خلاص يبقى اتكل على الله وهات عدوية. ما ينفعش؟ عدوية؟ اه بس عدوية ده راجل دور واحدة ست. يمشي حد واخد باله؟ لا مش حكاية مش واخد باله. ليه؟ انا بعدين هفهمك. ارجوك انا برتاح في الشغل معاك قوي عشان انت المخرج الوحيد اللي بتفهمني ومش هتلاقي حد يشغلك غيري. الله يكرمك. والان نقدم لكم الراقصة المشهورة نجمة المطبخ والسينما والتلفزيون حبيبة البلامين زوبا زكي. ما شاء الله ما شاء الله. بريئة والنبي يا بيه بريئة. ايه يا بنت المواهب دي كلها؟ صح يا بيه والنبي انا موهوبة. الا موهوبة؟ ده انت موهوبة من كل حتة. جبت المواهب دي منين يا بنت؟ جبت المواهب دي منين يا بنت؟ كانت مدفونة يا بيه. من النهاردة لازم تظهر على وش الدنيا. يعني هتطلعني في التيم يا بيه؟ اه طبعا. بس لازم الاول بقى امتحن مواهبك. اتفضل يا بيه امتحن. اه طبعا همتحن. وانا معقول اشوف المواهب دي كلها وما امتحنهاش؟ اتفضل يا بيه. انا همتحنك بقى في مشهد عاطفي غرامي ملتهب. لا غرامي يا لهوي. يا خراش يا فرحات يا خراشي. همتحنها ازاي دي بس؟ تعالى يا بنت وريني مواهبك يا بنت. سنتي مالها؟ بتوجعني. شوفي اي علاج حالا. فين؟ فين فين فين؟ انت بتدور على ايه هناك؟ سنتي هنا. اه صحيح. افتحي بقك. يا ساتر انا مش شايف قدامي غير صفين لولي. لا ارجوك شوف لي اي علاج حالا سنتي بتوجعني. اصل انا مش حكيم اسنان. ايه؟ امال حكيم ايه حضرتك؟ بيطري. بيطري؟ لا 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 قصدي حكيم نجوم بخرج افلام بعمل نجوم الفيلم الخام. حكيم نجوم بخرج افلام بعمل نجوم الفيلم الخام. اعرف مواهبك تلمع فين ده انا اشتهر على يد ميتين. هطلعك بينهم وحشرك عنهم. اسمع يا فرفور انا اعرف اني ببشك قوي في اللبس حتى لما بلبس حاجة وحشة. عشان ما تثبتي ده باساس تفرجيني يا بنت الناس. وابتدي من فين؟ ما تعرفيش اني هخرج كل افلامك وبين ايديك هكون بالكاميرا خدامك. بتقول خدامي حضرتك؟ طيب اقرأي
تقدري ورسيني عليه اللي مكتوب فيه يتمثل معرفش احكي بتهبب ايه بس استني انت كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى كتفي اعتبري خلاص انت البطلة جنبك انا حنزة طوالي تلزق كده ليه عايز اعرف اللقطة ازاي تعمليها لي كده هو ما اعرفش ما تعرفش ازاي طب ما تعبطش والله يا عالي يا فرحات اظن مفيش مسخره اكتر من كده والله يا عالي بتستخفيني مع شغاله عندي وفين دي بنتي لا 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 دي 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 دي, دي, دي مش شغاله دي بنت صغيره بنربيها عشان كده كبرت فيك التربيه ما صفت الرقبه لو النبي يا ستي ده كان بيعلمني التمثيل ايوه فعلا انا كنت بعلمها التمثيل انت تخلص خالص انت هتلقطني انا ايوه حاضر وانت اتفضلي ايه لا المسخره اللي انت لابساها دي ولما يدوبك مش هشوف وشك كده تاني يلا اتفضلي من هنا ومن هنا تاني ربنا بس ده ماليش غير ربنا وانتو ماليش غير ربنا وانتو انت تسكت خالص انت سبب كل المصايب اللي انا فيها دي انا ايوه حاضر اتفضلي انا بقول لك امشي بره ضاعنا في الامتحان الذي لا يكرم المخرج فيه ويهان عندك لوحدك في ساعة زي دي أعمل إيه؟ مش لاقي حتة اتوى فيها أنت منين؟ أنا ما أعرفش أنا منين أنا مقطوعة من شجرة وكنت بشتغل عند ناس وطردوني طب تعالي 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 ما تخافيش اركبي معايا امال طردوكي ليه؟ ما عملتش حاجه استهان لازم سرقتي حاجه لو النبي يا ست انا مش حراميه طب بس 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 انا عندي ليكي شغلانه كويسه انا عندي شقق مفروشه هشغلك في واحده منها ربنا يستر عرضك بس خلي بالك من البيت من عينيا الاثنين او نايت او نايت او Do you love me? Do you?
منك تاني مرة. برافو برافو حلو. برافو برافو حلو. شو ما في تلج؟ ولك بيجي تلج. ها هاتوا زوبة تلج زوبة. شو هاد الشريط؟ يا جبت سكرتيرة جديدة. حرام عليك دي بنت غلبانة. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. يوجد كنا وايب. شكرا يا زوم. شوفي مين الخير. حاضر. على فين يا ستة؟ اديله خبر بس ما يحكمش. حمادك بتحبك يا بنت. ايه البلاوي اللي انت جايبها دي؟ لا دي بنت غلبانة. تعال اما احكي لك حكايتها. تعال. حبة تالدة يا زوبة. ها؟ تعال. ينيلك. انت لحقت تفوق؟ طالع حلوين شوية هدايا تذكارية كده بس عشان تفتكروني. جميلة قوي. ميرسي قوي يا شوشو. مبروك. الله يبارك فيك. جميلة قوي. اتفضلي حالك. شوية حلو. ذوقك بيجنن. انت اللي بتجنني يا مرة. انت بقى زوزة قطر عشان لما تقوم الصبح. جميلة قوي. انت اللي يا حب. مع السلامة. وش تطلع الدوابات. باي 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 باي. زوبة الكلب يا زوبة. ايه ده؟ انا مالك يا بنت؟ ما كنتش بقول لك اتوسخ عليها. انا كده تراب مش معقول كده. ايه ده؟ وسخ؟ بقى بتسموا النظافة وسخ؟ أمال اللي انتوا بتحبوه ده اسمه ايه؟ مية زوبة. ايه يا بنت اللي انت عاملاه ده؟ ايه يا سيدي؟ الأكل العظيم ده. ده بس من أصلك يا سيدي. ده انت عليك طبيخ أطعم من أي أكل دقته في حياتي. على قد ما أعرف. لا بقول لك ايه؟ من هنا رايح اعتبر نفسك مسؤول عن البيت ده تماما. اكليني اي حاجه انت عايزاها. حكم انا ما استطعمش الحاجات الهايفه اللي كانت المرحومه امي بتاكلها لي وتخمني فيها. بالهنا والشفا يا سيدي. التلج يا زوبة. التلج ايه يا سيدي؟ انت لحقت تفوق؟ اللبن اهو. لا كفايه لبن يا زوبه، تعبت اقصد زهقت. اشرب اللبن عشان تشد حيلك. ها؟ زوبه. نعم. لو اي حد جه او سال عني انا النهارده اجازه، يعني لهم سافر. يسلم فمك، عملت طيب والنبي يا سيدي. ايوه كده انتبه لصحتك. انا صحتي زي البوم بس النهارده واخد اجازه. لا مؤاخذه يا بيه. هو حضرتك بتشتغل ايه؟ ليه؟ عندك شغلانه ليه؟ استغفر الله يا بيه. امال بتسالي السؤال ده ليه يا زوبة؟ اصل مستخسره فلوس حضرتك كده بتروح يعني. يا ريتها يا ست تضيع، مش احسن ما اموت واسيبهم. بعد الشر عنك يا سيدي، يحميك لشبابك. تعرف يا زوبة؟ انا عندي 3 عمارات وعندي فلوس زي الرز، ولا عندي ولد ولا بنت ولا ام ولا اب. صور السيف اللي اب وانا ماليش. ده مش لازم اصرف واتمتع وهيص قبل ما اتكل واسيبهم. بعد الشر عليك يا بيه، ربنا يرزقك ببنت الحلال اللي تملى عليك البيت عيالك. بنت الحلال من هنا يا زوبه؟ اللي بيجوني هنا عقدوني من الجواز. اقول لك التلج يا زوبه. مسكين.
انا حته دي فستان يا ترى هتديه لمين؟ وحياة النبي انا اساه. النبي هياكل من وسطك حته يا بنتي يا زوبه. يا خساره بس البخت. يلا بقى بس خلاص ايه ده؟ ما شاء الله عليك نجحتي. يعني انا كنت بمتحن اخلاقك الحلوه، اخلاقك النبيله العظيمه، اخلاقك وحياة النبي لو قربت مني لا كل رمي نفسي من الشباك ويبقى ذنبي في رقبتك. طب خلاص ما تخافيش. مصيبه ايه وشباك ايه؟ انا خارج بس ما تمشيش. ها ما تسيبيش البيت، ما اقدرش استغنى عنك. مين يجيب لي التلج بعدك يا زوبه؟ انا خارج خلاص. الفيلم بيتكلف كذا الف جنيه. يا ريت معايا فلوس يا زوبه، كنت عملتلك فيلم استعراضي يكسر الدنيا. سيدي شريف، انا خدت الفلوس اللي كانوا تحت التواليت دول سالف،
وهرجعهم لك على طول. انا هعمل بيهم مرشوع، واول المرشوع ما ينجح هرجعهم لك وزياده شويه. ولازم تعرف حاجه، انا مش حراميه كده. كويس. اللندة خدمتك زوبه. السلام عليكم. كده نبقى خلصنا ضميرنا وكمان مش حراميه. صباح الخير يا بيه. مين؟ زوبة؟ اه. اللي جابك يا بنت؟ الست لو شافتك هتبهدل الدنيا. ما تخافش يا بيه. لا ما اخافش ايه؟ اعملي معروف، انا ما اقدرش ارجعك الشغل تاني. شغل ايه يابا؟ ده انا اللي هشغلك. الله. انت اللي شغليني؟ ايوه. هتشغليني ايه بقى يا ست زوبة؟ سفراجي ولا مرمطون؟ عايزك تعمل لي فيلم على حسابي. واعمله بايه يا بنت؟ بفلوسي. برضه مش فاهم حاجة. اتفضل. رحمة يا رب رحمة. بنت يا زوبة قولي الحقيقة، انت جبتيهم منين؟ انت ورثتي ونسيس ولا سرقتي البنك الاهلي؟ فشل، انا مش حرامية، انا ورثاهم. ورثيهم منين بقى يا زوبة هانم؟ من عمي اللي كان في البرتغال. في البرتغال؟ وده كان بيشتغل ايه؟ كان بيبيع برتغال. كان بيبيع برتغال وساب لك دول. امال لو كان بيبيع بطيخ كان ساب لك ايه؟ شوف بقى. المهم انا عايزاك تعمل لي فيلم توري الناس دي كلها مواهبي. انت مش كنت بتقول محتاج للفلوس؟ الفلوس اهي، مستني ايه بقى؟ زوبة انا هعمل لك فيلم يكسر الدنيا. شوف يا زوبة هانم، بس انا بقى ليا شرط. شروطي؟ اول فيلم يكون البطل فيه وحيد فهمي. ان شاء الله حتى تطلبي انطون كوين هجيبهولك. لا خلي الواد انطون ده الفيلم التاني. خلاص، بس احنا بس يعني ندور على القصه اللي هتظهر مواهبك ونعمل السيناريو، تكون انت بقى اتعلمت الموسيقى والرقص وعرفت تلبسي ونبتدي تصوير على طول. بس ايه بقى؟ انا عايزه امثل وغني وارقص وهد الدنيا. بفلوسك اعملي كل اللي يعجبك، ان شاء الله حتى تعملي عجيب الفلاح. وقد تمت المعاينه ورفع البصمات من على الشنطه. اقفل المحضر. اطمئني يا استاذ شريف، باذن الله هنتحرى عنها بكل دقه وهنقبض عليها قبل ما تتصرف في الفلوس. متشكر يا فندم. لو سمحت امضيتك. شكرا. متشكر ليك. شكرا. التلج يا زو. الله يخرب بيتك يا زوبة. بالشوكة والسكينة. الورقة اهو مسحي ايدك. ايدك. انت هتفتحي بطيخة؟ انا مش عايزة اكل اللحمة، انا هاكل المكرونة. كل اللحمة الاول بالشوكة والسكينة. مش عايزة اللحمة، انا عايزة المكرونة. بونجور يعني ايه؟ صباح الخير. عظيم. ها؟ طب وبونوي؟ بونوي؟ ها؟
يعني ايه؟ العواف. عواف؟ في فرنساوي العواف. في فرنساوي عواف يا بيه. فوتكم بالعافيه، فوتكم بالعافيه. معلش يا مسيف، معلش. والمطبخ والغسيل والمسح والكنس دول ما تجيبيش سيرتهم خالص. حاضر يا اسطى. مفيش يا اسطى، واخده بالك؟ انت دلوقتي نجمه كبيره، اسمك سلوى فريد اللي بكره هيلمع في سماء الشهره والمجد. اسمك ايه؟ وحيد فريد. وحيد فريد؟ وحيد فريد ده مصور كبير وحاجج. اسمك سلوى فريد. اسمك ايه؟ سلوى فريد. عظيم. هوايتك ركوب الخيل والسباحه واليوجا. هوايتك ايه؟ ركوب الخيل والسباحه والانشوجه. انشوجه؟ معلش يا بيه، معلش يا فندم. يا زوبه، يا زوبه انسي المطبخ بقى. اليوجا الايه؟ يوجا. ايوه اليوجا. انت كمان عضوه في نادي الجزيره. ما شاء الله. امك تيزا عيشه هانم لزغري. جدك سلطان باشا اللي فتح عكا. جدك عمل ايه؟ عجه. عكا عكا، ما تفضحناش، بلاش تفاصه. جدك فتح ايه؟ عكا. برافو. اهم حاجه بقى بعد كده تخلي كلامك مزوق، يعني تقولي ايه؟ ربما، حيثما، ولذلك، اطلاقا، وتكتري من اطلاقا ده. طب الكلام ده اقوله كده من غير مناسبه؟ من غير مناسبه. امال هيعرفوا ان انت مثقفه منين؟ اطلاقا. كويس قوي، تعالي. بس احتمال لو حصل انه نط من البلكونه. لا يا مرشور. انسه سلوى. ايه ده؟ انت هنا يا مدام؟ ازيك؟ والله عالية زمن ولسه. استاذ وحيد، نخش بقى في الموضوع. طب سعادتك خش وبقى اندهني. لا لا لا، عايزين نتكلم هنا في السيناريو ونحدد الشخصيات عشان نبدا التصوير وندبه في كام يوم. ندب؟ احنا هنبتدي التصوير في استوديو نحاس بالاستعراض ان شاء الله. اه وماله، ندبه في نحاس. على فكره في دور ثانوي صعب جدا، يا ترى مين هيعمله؟ دور ايه؟ الشغاله. انا بقول ان حضرتك احسن واحده تعملي الدور ده، اصله محتاج لممثله قديره زي انا. العب دور شغاله في فيلم من اخراج جوزي كمان؟ دي انا. وماله يا حبيبتي، ده تمثيل. ثم هم الشغالين كفروا، ده من غيرهم بطلوس وما تعرفوش تروحوا شغلكم. عن اذنكم. الله، هي المدام زعلانه ليه؟ سيبوها على راحتها، ولو ان يعني دور الشغاله ده دور مهم وهادف وهياخد عطف الجمهور. خلاص يا اخوانا، مدام كلنا جاهزين نتكل على الله ونبتدي التصوير يوم السبت اللي فات. معقول يا فات انت راخر؟ سبت ايه اللي فات انت راخر؟ تدخلها في جهك. يا اختي اللهم صل على النبي. يا اموره يا ست الكل يا اللي هتمسحيهم كده مسح ان شاء الله، وفيلم نجح ينجح نجاح ان شاء الله. ما تخلي يا حبيبتي. انت عارفه سميره حسني؟ مالها؟ انت احلى منها 100 مره، وضفرك برقبتها كمان. صحيح والنبي؟ الا صحيح، كل دول طالعين من تحت ايدي وحياتك. امال ايه؟ انا الوحيده اللي عارفه الزير وغطاه. ان ما خليتهم يبيعوا ترمس، ان ما خليتهم يقشروا دوره، ما بقاش انا نعيمه مراد. تصدقي بالله يا ست سلوى؟ لا اله الا الله. انت عليكي جسم يهبل زي سميره حسني كده.
سميرة حسني ده ايه؟ ده انت قمر ما شاء الله. هو ايه فيها جسم ولا فيها شكل؟ اسكتي اسكتي، ايديا دول اللي بيحطوا لها الحشوة بالفساتين. خدي ياخد عدوك يا أميرة يا بنت القمر، ينجحك في كل مشهد ويكتب لك في كل لقطة سلامة يا أميرة يا بنت القصور. ولع 17. سكوت سكوت. الاستعراض الأول لأول مرة. كلاكيت اتفضل. أكشن. الاستعراض الأول لأول مرة. برافو 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 برافو. حاجة هايلة، حاجة عظيمة. ايه ده يا بنت يا زوبة؟ قصدي ايه ده يا سلوى؟ انت اثبتتي انك فنانة عظيمة. استاذ فرحات احييك من قلبي. شكرا. انت اهديت السينما بطلة كلها نشاط، كلها حيوية. شكرا. كلها هو انا عملت حاجة؟ البركة في الاستاذ فرحات حضرتك طبعا. شكرا. انا ما عملتش حاجة. انا اشتغلت مع بطلات كتير، اشتغلت مع اليزابيث تايلور، ماريتا تورشي. تورشي؟ في نجمة سينما اسمها تورشي؟ لا، الفيلم اللي عملناه السنة اللي فاتت في الملاحات. أنا ما عملتش أفلام في الملاحات. مش أنت؟ المهم، المناسبة السعيدة دي بمناسبة بطلتنا الجديدة العظيمة، أنا عازمكم النهاردة على العشاء. شكرا. تحية لسلوى هانم، وتحية لفيلمنا الكبير الاستعراضي اللي بنعمله دلوقتي. شكرا. بس ما قلتليش اسمه إيه؟ بعدين هبقى أحكي لك موضوع ومين اللي بيمثل فيه.
تصبح على خير يا حبيبي. وانت من اهله هتسيبيني خلاص؟ اعمل ايه؟ عندي غسيل عندي تصوير الصبح بدري. تصبح على خير. وانت من اهله. معلش يا روحي تولتيني. تصبح على خير. لنيسه سالوه جوه؟ جوه. فين؟ في اوضه المكياج. الله هي شكلتك ولا ايه؟ قريت؟ اتفضلوا يا اساتذه جاهزين؟ اتفضل يا استاذ. ايه ده؟ ده الاستاذ وحيد جايب الحلويات دي بمناسبه نجاح الانسه سالوه. بمناسبه نجاح الانسه سالوه ولا بمناسبه المناسبه؟ حطها. حاضر يا فندم. محدش هياكل منها. برا. حاضر. كلاكيت. متصحنيش متصحنيش اديني كتفك عليه امان كتفك لخدي مخدريش صحن عيني فوق منام ما تصحنيش ما تصحنيش اديني كتفك عليه انام كتفك لخدي مخدريش صحن عيني ست هانم. انا بقول ستوب من الصبح. ستوب الصبح. انتوا ايه واخدينها جد؟ احنا بنمثل. بالعكس يا استاذ فرحات، دي اول مره في حياتي ايوه احس بالحب الحقيقي.
عشان كده انا ناوي اتجرأ واستاذ اطلب ايد الانسه سلوى. يا ترى هتوافق ولا لا؟ انا وافق. لا استنوا بس اما نخلص شغله وبعدين نبقى احبه. جاهزين هنبتدي من الاول. اكشن. من فضلك هاي فيلم نجمة الموسم بيصوروا فيه دلوقتي؟ جوه. والبطلة موجودة؟ موجودة جوه. طب هي فين دلوقتي؟ جوه في بلاتو. انا شفتك قبل كده في السين. ممكن تورينا هي فين بالظبط؟ اتفضل. استاذ الاستاذ محمد الكحلاوي. لا مش في دولة. عذراء سمراء ممشوقة الأد لم يسبق ليها جواز من حد. ترغب في عريس تحت التأسيس مقطوع من شجرة وملهوش حد. يا كبد يا وحيد أهي دي اللي مناسباني بجد. مين؟ أنا وحيد اسمي وحيد. أنا وحيد اسمي وحيد بالوحدانية الجوانية الوجدانية العاطفية بنافس الأستاذ فريد. تتجوزيني يا اسمك ايه؟ مؤهلاتك هي ايه؟ من ناحية الاخلاق مفيش اهل الحقيقة ما ربونيش. من ناحية الاخلاق مفيش اهل الحقيقة ما ربونيش. ما كانوش عليا مركزين بين البنات وبين البنين. ما كانوش عليا مركزين بين البنات وبين البنين. اخواتي 44 فيربوا مين بقى ولا مين. وهكذا شبت وحيد. وهكذا شبت وحيد. ها ما نعتلكش يا سي وحيد. مرملة سنها 25 ميسورة ولها 5 فدادين ومعاش وإيراد وعلى استعداد تتجوز عازب في 30. أهو برضو نشوف بتدفع مين. مين؟ أنا وحيد اسمي وحيد. أنا وحيد اسمي وحيد بنافس الأستاذ فريد. تتجوزيني يا شابة يا اسمك ايه؟ مؤهلاتك تبقى ايه؟ انا في الوجاهة شكلي بيه وعندي مليون جنيه. انا في الوجاهة شكلي بيه وعندي مليون جنيه. وبعاني من كتر الفراغ وعندي تفريخ في الدماغ. وبعاني من كتر الفراغ وعندي تفريخ في الدماغ. وقلبي خالي من زمان خرمي قد القرش الساغ. بيخر حب على ما فيش وبقيت مانيش عارف اعيش. ومانيش سعيد ما انا وحيد. يا سم يا سي وحيد. شجراء ويتيمة وليها ظروف. منعنها وليها ظروف. منعنها يتيم. انا وحيد اسمي وحيد. انا وحيد اسمي وحيد
بنافس الأستاذ فريد. تتجوزيني يا شابة يا اسمك ايه؟ ومؤهلتك ايه؟ الصحة عال الصحة عال الصحة عال الصحة عال الصحة عال والحشي عال ونفسي في بنت الحلال اللي تجيب صورة بتعيال عاليمين وتمانية صبح يا نعشمال عشمال عدس عبامك هنا عاليمين وتمانية صبح يا نعشمال عشمال وين منفوخين آخر رضا وآخر جمال آخر جمال وإن شاء الله نبقى شحاتين أهي برضو عزي وبأي حال وبأي حال أي خلوا تعدادي تعدادي يزيد وأنا وحيد أسمي وحيد. فين أنت يا ابني وفين فريد؟ مش معقول حسبك سعادتك اتفنج يا زوبة استوب ايه يا بابا عليها رايح فين انت هو يا استاذ احنا بنصور يا عالم بنصور احنا متاسفين يا استاذ فرحات بس ما كناش نتصور ان البطله بتاعتكو هي الحراميه الخطيره اللي سرقت فلوس الاستاذ شريف استوب زوبة حراميه انا جرب شريف والله يا بيه انا ما سرقتش حاجه انا خدت الفلوس دي سلف قلت هعمل الفيلم وبعدين هرجعها للاستاذ شريف تاني وتقول لي عمك بتاع البرتغال بقى بنت مفعوصة زيك تسرق الفلوس دي كلها مش مهم الفلوس المهم قلبي اللي اتسرق اهو ده موضوع فيلم جديد لازم تعمله يا استاذ فرحان اتفضل يا هانم قدامي اتفضل قلبي سرقت قلبي كمان يا استاذ فرحات معلش سلامة قلبك هدي صدق ان ده يحصل زي ما بيحصل في الافلام احنا حياتنا كده بالظبط لا حول الله يا رب هو ده اللي حصل الفيلم اللي حضرتك اخرجته لي السنه اللي فاتت وخدنا فيه جوائز في المهرجان فاكره فيلم ايه العذاب فوق قفاه يبتسم ده خدنا فيه جوائز في المهرجان انا وانت انا وانت لا ده لازم اتنين غيرنا انا مش حراميه انا سجلت الاستاذ شريف على الريكوردر وقلت له اني واخدهم سلف واول الفيلم ما يتعرض وينجح هرجع له فلوسه قد كده كنت متاكده من نجاح الفيلم انا كان قصدي اظهر مواهبي المدفونه اللي محدش عايز يعترف بيها لمجرد اني شغاله هي الشغاله مش من حقها تكون موهوبه مش من حقها تاخد فرصتها محكمه بعد الاطلاع على ملف القضية رقم 6607 لسنة 1982 حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة زوبة عبد السميع بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ مع مصادرة جميع المبالغ المتبقية لدى المخرج الأستاذ فرحات درويش وأعادتها إلى الأستاذ شريف عبد الرحمن وكذلك التحفظ على جميع الأشرطة السالبة والموجبة التي استخدمت في الفيلم وتسليمها للأستاذ شريف عبد الرحمن حيث أن تصنيعها تم من أمواله المسروقة رفعت الجلسة يا ترى يا أستاذ وحيد هتستنى العروسه لحد ما تقضي مده السجن ولا هتقضي شهر العسل انت في السجن معقول يا استاذ فرحات ده انا نجم شباك اتجوز صحيفه ثوابي اوشي وري من الناس فين فرحات نعم يلا انا متاسفه قوي يا سيدي كان قصدي شريف والله انا مش حراميه
شد حيلك يا زوبة. الشد على الله يا أستاذ فرحات. خدي عشان تجيب عيش وحلاوة. فرحات. طيب هات. بالرغم من انك اول واحدة تضحك عليا، انما معلش انا قلبي طيب، كل يوم هبعتلك عشا مخصوص من المديريان. ليه تعملي فيا كده؟ ليه تخدعيني؟ ليه تضحكي على قلبي اللي اول مرة في حياته يحس بالحب؟ منك لله، منك لله. يا بطة دي من فيلم ايه يا بيه؟ ما بعرف. احسن مش دي صورة البيت اللي كانت بتعدي من هنا كل يوم؟ دي زبونتي وكنت هتجوزها، انما اعمل ايه؟ عندها تطلعات غواسيمة يا سيد. وسيتم ترحيلها اليوم الى سجن النساء بالقناطر الخيرية. القناطر؟ اي هم هيسجنوها ولا هيفسحوها؟ اللي زي دي لازم يخرطوها طرنشات، مادام حرامية كده وايدها طويلة. بقى انا بعد ما كنت بلبس فطاحل الممثلات، يجي عليا اليوم والبس جربوعة زي دي؟ دي جريمة لا تغتفر. يا سلام، انا قبل ما اعمل عقد اي فيلم جديد لازم اجيب البطله واعمل لها فيش وتشبيه. مسكينه زوبه كان عليها الفن. تستاهل، حد قال لها تسرق؟ قدام يا بنت تحت السيمة. احنا هنبتدي من دلوقتي؟ انت هتدينا دروس في الجغرافيا؟ ممكن اعرف احنا رايحين فين؟ نتمشى على الكورنيش. ارجوكي انا مش ناقصه تريقه. مقبوله منك المره دي، بس عشان لسه جايه جديده، انما بعد كده عينك ما هتشوف الا النور. لازم تعرف انك في عهدة تتشويش نبوية، اللي ما تعرفش ياما ارحميني. مفهوم يا بنت؟ مفهوم. انا هلقاحك في عنبر 14، احلى عنبر عندنا، وان سقتي العوج هرميكي في عنبر البؤساء قدامي. مرحبا يا روح. مرحبا. سمعت عن عيشة دراكولا يا عروسة؟ لا. ولا عن بدرية فتى عينك تاكل ململ؟ لا. تبي لسه خام وداخله في المقدر جديد. معاكي ممنوعات؟ لا. ولا سجاير؟ لا. ايه حلاوتك؟ وايه بقى سبب تشريفك هنا؟ ازمة مساكن. واسمك ايه يا شابة؟ زوبة. دي البنت بتاعت السيمة اللي اسمها الفني سلوى فريد. كان. وازاي فريد شوقي يا حبيبتي؟ بيسلم عليكي. ومحمود المنير تعال. ما تقلدينا يا بنت فاتح حمام. ارجوكوا سيبوني في حالي. يا حبيبتي يا حبيبتي ما تشيليش الهم كده وتنخليه. ده انت لو سمعتي كل قصه واحده فينا هتبوسي ايدك وشي وضهرك. زفوا عرستنا الجديده يا ولاد. انا حلوه وصغيره. انا حلوه وصغيره. خرجت من السجن على البيت، عجبني واحد بيبيع زيت، خبطت خطه لزق في الحيط، خليت سنانه مكسره. انا حلوه وصغيره. انا حلوه وصغيره. وبعدين معاك يا بنت انت يا بتاعت السيمه، انت هتقلبي بقى لي كباريه؟ اتكتمك اقطع مرقدتك. يعني عاجبكم التقطيم ده؟ ولا يهمك يا حبيبتي. الصح كنت هتتجوزي وحيد فهمي؟ ايوه بس مفيش نصيب. خلاص يا بنت غذيه واتجوزي فريد شوقي. طلب ايدي وقلت له سيبني افكر. فكري يا حبيبتي على كيف، ولو كان شريكي هيستناكي لما تخرجي من السجن. قال يعني هتخرج من الجامعه. بقول لكم ايه، ممكن تسيبوني ارتاح شويه؟ ارتاحي يا حبيبتي، ولو جالك وحيد فهمي في المنام خليه يجي لنا يسلينا شويه. تحبي تنامي في الروح؟ لا انا هنام هنا. اتفضلي يا حبيبتي. ادي يا شريف بيه كل اللي صورناه في الفيلم، وتقدر سيادتك تستلمه على يد المحضر. طب وده يعني ينفع يتعرض بالشكل ده؟ بالطبع لا، بس انا عبد المأمور، النيابه قالت نسلمك الفيلم وانا بسلمه لك. طب وانا هعمل بيه ايه؟ هقصقصه منظر منظر واقعد اتفرج عليه؟ يا خساره، كان حقنا كان مناه وكان اتعرض، كان لم بفلوسه وانت كسبت قرشين. ده يعتبر اعظم فيلم استعراضي في السينما المصريه والاسيويه والافريقيه. كده كده. طب ما ممكن بقى تكمل الفيلم على حسابي ما دام واثق من نجاحه بالشكل ده، وانت طبعا استاذ عظيم، مش كده ولا ايه؟ اه طبعا، بس يعني نجيب زوبه منين؟ دي مسجونه. انا لقيت الحل اللي يخلي زوبه تكمل الفيلم.
ازاي؟ هناخد اذن من النائب العام بالسماح للزبناء لتكمله الفيلم. وتفتكر انهم هيوافقوا على الطلب ده؟ احنا مش هنطلب مستحيل، احنا حفاظا على فلوس الاستاذ شريف هنستسمحهم ان يخرجوها ساعتين ثلاثة كل يوم تحت حراسته لحد الفيلم ما يخلص. والله فكرة يا استاذ سعد، يا ريت تكمل لنا الموضوع ده، لان يعني احسن بدل ما نهد الديكورات على الفاضي اللي تكلفت الشيء الفلاني، وبكده ننقذ فلوس الراجل. الف مبروك يا استاذ شريف، هموافقوا على كل طلباتنا. دلوقتي تقدر تطمن على فلوسك. أيوة. وانا ان شاء الله هشتغل لك في الفيلم بايديا واسنين لحد ما يخلص. ربنا يقوي باذن الله. تمام يا فندم. اسمعي يا زوبه، انت هتخرجي دلوقتي مع الشاويش مخيمر لغايه الاستوديو عشان تكملي بقيه تصوير الفيلم. وانت التصريح اهو، وما تفرقهاش دقيقه واحده لغايه ما ترجعوا تاني. حاضر يا فندم. اتفضلي. انت صحيح هتشخصي في السين لعبتك يا زوبه زي فتحيه كاريوكا؟ ايوه يا شاويش مخيمر. وايش عرفك بالتشخيص؟ اصلي غاويه. وانا ما ينفعش امثل؟ لا ما تنفعش. وما ينفعش ليه؟ اهلا يا زوبه. اهلا. نورت الاستوديو. منور بوجودك. والله كان مضلي من غيرك. انا بعتلك شويه رنجه وشويه حلاوه طحينيه. وصلوا يا بيه. طب يلا يا زوبه عشان تلحقي تخلصي شغلك وترجعي تاني وما يقولوش ان احنا اخرناك. يعني هتاخر على الديوان. خديها نعيمه بقى لبسيها. قدامي قدامي اللي تنشكي. اتفرج من نفسك انت بتكلمي البطله بتاعتنا. معلش. دي نجمه الموسم. معلش نعيمه دي قالت الحياه. معلش يا خساره. ايه انت هتفضل ماشي ورانا زي ارضعتا؟ رجلي على رجلها، دي عهده في رقبتي. قطع. شوف الراجل قدامي عهده قدامي. قطع. تتجوزيني يا شابة يا اسمك ايه؟ انا اللي جاياك يا اسمك ايه؟ انا وحيد. ها؟ مش واخدة بالي قلت ايه؟ اسمي وحيد واو حيد، وبنافس الاستاذ فريد. سمعتي عرضي للجواز؟ سمعت وموافقة عليه، لكن انا ليا شروط. وشروطي؟ ارفع ايديك. ارفع ايه؟ هتقتليني بس ليه؟ هقتل في تفكيرك حاجات ركبت غلط عشان تفوق يا اخ وتبطل عبط. نهار اسود، دي مش جوازه، دي جنازه، وعزرائيل بيها هبط. انهض وقوم امكن جديد، اسمك سعيد. اسمي وحيد. اسمك سعيد، انسان جديد، انسان طبيب، ايوه قايد بيسير العصر الجديد. انسان حياته مرتبه ووقته مش ضغن عابه، ومراته مهيش ارنبه في البطن بتجيب كام وليد. انا ارضى بك لو تشتغل، وانا برضه انزل اشتغل، ودخلي نايبك من العمل وانت وبلدك نستفيد. طب والعيال؟ هنجيب عيال اتنين فقط، هاني ومنال، ومعتمد يتربوا في غاية الجمال من غير ما اعبقنا تزيد، يتعلموا احسن علم ويلبسوا اللبس التمام، ويطلعوا قصر الكلام كاملين يفوتوا في الحديد، ويعجزونا. ده الحب راح يبلغ مدى لو كان شعرنا في الحياة أسرة صغيرة بتسعيد. ستوب. برافو برافو. يلا بقى روحي عشان تلبسي لبس العروسة عشان تلحقي تروحي. خلي نعيمة تلبسها بسرعة. هلا يا سيدي. ده زمن مهذب بقى. أنا ألبس حرامية ورد سكون؟ بعد ما كنت بلبس شادية وفاتن حمامة وزهير رمزي، هي دول اللي فيها ايه يا اخواتي؟ اتميلي استني. مستعجله على ايه؟ وراك التشريفه؟ ناقص كام شوط؟ شوطه لما تاخدك عليها العوض السيمه واللي بيشتغلوا في السيمه. الله يسامحك. استني اللي تنشكي لما كسم الفستان عليك يا سجينه زنده. حاضر يا نعيمه. نعيمه؟ نعيمه حاف كده؟ متاسفه. حاضر يا نعيمه هانم.
ايوه كده اعدلي كلامك وتعلمي الادب واعرفي انت بتكلمي مين. يا خريجه البوكس فورد انت كمان ايه هتلطشي كيس فلوسي؟ الله يسامحك. ما انا عارفاكي تسرقي الكحل من العين. لازم الواحد يعد صوابعه قبل ما تمشي من هنا يا بنت ارسين لوبين. خدي يا اختي خدي عفاري وحصليني على البلاتو. مينا للمأذن سوا انا قلبي نور الهوى شعل الويل على مستوى اني يلمس حالة يقيد بينا وتكدينا. مينا للمأذن سوا انا قلبي نور الهوى شعل الويل على مستوى من يلمس حالا يقيد بينا طما بينا. بينا للمأذن سوا قلبي نار الهوى شالوا بقى على مستوى من يلمسوا حالا يقيد بينا. أحسنت يا رائعة فعلا. لحظة تعالى زوبا اللي هو وديتك ليها لما توصلي هناك حكم انتي ما كلتش من صباح ربنا. خلي بالك من نفسك. مع السلامة يا زوبا ما تتأخريش. استاذ فرحات افندم انا مش هغني في الفيلم بقى. انت مصمم برضه؟ قوي. النيابة مش هتوافق. ما تاخدينا نمثل معاك يا بنت يا زوبا ان شاء الله بلومتنا. ده انا اعرف امثل دور فقير شوقي كويس قوي اضرب واكسر واحد الدنيا. تعالى يا بنت منك لا احسن اخش انكد عليكم. نمت عليك يا حيطه اهدي لو اشتغلت في السيما تجيب دولاب. بابا حبيبي روح. لا بابا ولا ماما. ماما انت هتلم هدومك وهتيجي تعيشي معايا يا بورسعيد. ان كان على احد الزمن تشتغل في الطبيعي. يا بابا انا بحاول امن حياتي بالمنزل. رجع شويه يا بابا انا بحاول امن حياتي بالمزيكا وسعيده بروايتي دي. طبعا ما هو الكلام الفارغ واللي في الحياه يسعده بنت مجنونه زي حياتك. بابا انا ما عملتش حاجه. ايه فكره؟ ايه فكره؟ ايه الاخبار؟ 10 دقايق والنص الاولى تطلع كده؟ الف مبروك. الله يعني الله يبارك فيك يعني نصرف القسط؟ اصرفوا لي. الف مبروك يا مرحبا بيك. الله يبارك فيك يا حبيبي. عظمه على عظمه على عظمه. كفايه عظمه واحده لا تقف في زورك. لا يا استاذ سبحان فعلا انت اثبتت انك مخرج الروائع فعلا. الله يخليك. بس تعرف كان يبقى احلى كتير لو عملت لي اغنيه وحطيتها في الفيلم او في الاشاره. في الإشارة؟ أيوة أنا أحب أغني في الإشارة. بس أنا خايف لا تتقفل عليك الإشارة. معلش اديني 10 تذاكر اتفرج فين؟ ما كانش يتعاد. طب معلش اديني 10 لبكرة. ده المفروض موجود الشهر يا أستاذ. أنت عاوز إيه يا أستاذ؟ عاوز 10 تذاكر. معايا 8 والتذكرة ب 3 جنيه. ب 50 قرش يا تجنيه يا راجل. بكرة مش هتلاقيها ب 5 جنيه يا أستاذ. طب معلش عشان خاطر ادات لي 10. خد ال 8 دول وجيب لك 2 من 1 سنين. أنا عاوز أعرف إيه اللي غلى التذاكر بالشكل ده؟ البطلة دي معجزة يا أستاذ. أجمل أحساس في الدنيا.
عايش من غير الحب كده زي الطير اللي مالوش ريش من غير الحب مهما ما تصورش ان اقدر اعيش من غير الحب كده زي الطير اللي مالوش ريش من غير الحب والحب الحب يا عيني عالحب الحب الحب يا عيني عالحب يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام البت دي خام يا سلام عقلها متشبع بالافلام اللي بتدور حوالين الحب يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام البت دي خام يا سلام عقلها متشبع بالافلام اللي بتدور حوالين الحب مش عايش الواقع والتزامات الالتزامات بالضروريات صح صح يا بنية من الروايات انتي ما وراكيش غير الحب 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 عشان يصبح ملموس في العصر ده هو محتاج لفلوس اللقمة الأول والملموس بعدين في الآخر يجي الحب الحب ساعتي ما كفاية ازاي خدوا بالكم وياي خدوا بالكم وياي لو في اتنين بيحبوا بعض حيعيشوا في أي مكان على الأرض ويكافحوا مسال مع بعضين ويحققوا كل أمانيهم ويقيموا من العشة سرايا سرايا الحب ده عملة ما نضمنهاش والبنك كمان ما بيصرفهاش ابي حد بيتأهل ببلاش ده بيدفع دم القلب وكاش اسكتي اسكتي ما تفكرناش بالحب ووجع الجيب والقلب فيها حاجة ببلاش قلبي ببلاش وغلط في غلط مية المية ردلي من فضلك على دية من غير تهويش في حد جاك يشفى من الحب لا 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 ما فيه او في عطشان يلتوي من الحب لا برضو ما فيه او في عريان يتكسي من الحب ازاي ما تجيش تزرق والحب الواحد زرق وسدح من قلبه والبص مع اللي يحبه خروف مين قال كده مين بقى مش مكسوب ولا شالش في ايده المصروف كان غاوي فقر المأسوف على شبابه وباسم الحب بقى يعني هنفضل مختلفين كده برضو هنفضل مختلفين اصل احنا على الهوى متفقين لو يبقى اساس ثابت ومتين بين العاشقين اصل احنا على الهوى متفقين لو يبقى اساس ثابت ومتين بين العاشقين انما ده وكان مسنود بلا ملا راح يصدق حقق وابعال العاد وحقيقه
اي خيال كده بيصحيني يكتمل الحب. لا معقول العظمه دي كلها في السجن؟ بكره تخرج وتطلع على الارض حبيبي. على رايك ما طلع دلوقتي من السجن هو الطريق للشهره والمجد. بل يحيى الحب الحب بل يحيى الحب بل يحيى الحب الحب بل يحيى الحب بنستضيف المخرج العظيم الأستاذ فرحات درويش اللي قدم لنا هذه الموهبة الجديدة، وإحنا دلوقتي حنسأله عن المفارقات اللي حصلت في هذا الموضوع. أهلا بك يا أستاذ فرحات. أهلا بك يا فندم. بيقولوا إن وراء كل رجل عظيم امرأة، يا ترى المثل ده بينطبق عليك في الفيلم العظيم اللي انت قدمته لنا؟ هو في الحقيقة يعني المثل ده ممكن بالنسبة لنا يتقال بشكل تاني، يعني بدل وراء كل رجل عظيم امرأة يتقال وراء كل فيلم عظيم حرامية. هي فعلا عندها حق وطلعت صادقة في كلامها والفيلم كسر الدنيا. ما هي دي المصيبة، انها مش حرام واحدة زي دي بعد النجاح الكبير اللي حققته ده تفضل برضو مسجونة. ادي الله وادي حكمته، ومن وجهة نظر القانون هي مجرمة فلازم تاخد جزاها. تفتكر بعد ما هتخرج من السجن هتقدر تشق طريقها في مجال الفن، ولا السابقة دي هتكون حائل بينها وبين الطريق الشريف زي ما بيحصل دايما؟ والله يعني الوضع هنا يختلف خالص. انا مش عارف اقولك ايه، في منتجين كتير وموزعين كتير سايبين لعقود ممضية على بياض، الشرط الوحيد ان هي تكون البطلة. طيب يعني هي ممكن تعترض على كده؟ والله انا رايح لها زياره يوم الجمعه وهشوف رايها ايه. سيداتي سادتي، طبعا كلنا عارفين ان زوبه النجمه السينمائيه الجديده هي النزيله رقم 13 بسجن النساء في القناطر الخيريه، وانها بالرغم من النجاح العظيم اللي حققته ما زالت مسجونه بتقضي مده العقوبه على الجريمه اللي ارتكبتها. لكن يا ترى مش كان احسن لها انها ما تغلطش وتفكر 100 مره قبل ما ترتكب هذه الجريمه؟ على كل حال احنا هنحاول نلتقي بها ونعرف رأيها في هذا الموضوع. شكرا لكم والى اللقاء مع تحيات احلام شلبي. ايه ده كله؟ الجوابات اللي جت النزيله رقم 13 زوبه. شايفين او كل يوم بالشكل ده الجوابات اللي جايه من المعجبين بزوبه. الناس يصر انها جننت، ملهمش حديث غيرها. اللي بعد يقول لها انه عاوز يتجوزها ومستني خروجها من السجن على احر من الجمر، واللي بعد يقول لها انه عاوز يتنازل عن كل ثروته على اساس انها توافق على الجواز منه. على كل حال هي تستاهل كل خير لانها انسانه موهوبه فعلا. ادخل. تمام يا فندم. تعالى يا زوبه، الاستاذ فرحات والاستاذ شريف جايين يباركولك على نجاحك في الفيلم. انا ما عملتش حاجه، الفضل كله للاستاذ فرحات. وده اسمه كلام يا زوبه؟ ولا بعرف اغني ولا ارقص ولا امثل، ده الجمهور كله منتظر لحظه خروجك عشان يهنيك على العمل الرائع المبهر اللي انت عملتيه. لا فعلا يا زوبه، الوقت اقدر اقول لك الف مبروك. مبروك على ايه؟ على اني سرقتك؟ بالعكس، مبروك على انك اديتيني اهم درس في حياتي. انت طبعا عشت معايا وعارفه ان انا كنت فاهم الحياه، اكل ومرعى وتلج يا زوبه، لغايه ما خدت الفلوس وحسيت ساعتها بقيمه العمل واشتغلت، وفعلا ربنا وفقني والفيلم نجح، وكل ده الفضل يرجع لك فيه يا زوبه. انا متشكر متشكر قوي يا زوبه. قسم يا جدع حلاوه السلامه. ألف الحمد لله على سلامتك يا زوبه. الله يسلمك يا سيدي. سيبني ده، انت سبت الكل والعالم كله منتظرك بره، يلا بينا. بينا على فين؟ لا كفايه يا سيدي المشاكل اللي سببتها لك، احسن الست تنكد عليك تاني. سلام عليكم. زوبه حبيبتي الحمد لله على السلامه، اخروك ليه ده من 6 الصبح وانا واقف مستني؟ يلا روح يلا بينا. على فين؟ ما كانش يتعايز يا ابن الاكابر، انا ما انفعكش، انت عايز واحده من توبك وانا حيالله بنت خدامه.
اروح للي محتاج خدمتي عن اذنك. انا بحبك يا زوبة. وانا ما اطلقش. معقولة؟ سعاد حسني تقول لي كده ونادية لطفي وشادية ونبيلة السيد؟ أنا مش نجم شباك، أنا نجم بدرون. أهلاً أهلاً زوبة، الحمد لله على السلامة. أنا متأسفة يا سعادة البيت، بس الحمد لله فلوسك رجعت لك. وفيهم مكسب كمان. المهم تخلي بالك من صحتك وتبطل اللي بالي بالك. على شرط تقبلي تتجوزي. كان بودي يا شريف بيه، لكن أنا خلاص قررت التوبة، لو عملت كده هبقى حرامية وسرقت قلب الأستاذ وحيد. زوبة. استنى، اوعى حد يتحرك من مكانه، كل واحد يشوف الفلوس اللي في جيبه. انا ما خدتش حاجه وزي ما انتوا شايفين انا مش حراميه. بتاعتك دي سواحيلي.